استهلاك الطاقة في السعودية ضخم جداً. هذا الشيء دفع الحكومة السعودية إلى تعزيز مفهوم تركيب الاستهلاك، ويعتبر قطاع النقل من الأولويات للحد من هدر الطاقة. برامج هدفها تحسين كفاءة الطاقة في السيارات الخفيفة والثقيلة، وتم تطبيق بعض هذه البرامج فعلياً. وأنت كمصدق دور كبير في الحد من هدر الطاقة، فتقدر من خلال بعض الطرق تساهم في ترشيد الاستهلاك. وهذا بشكل متزن، وتقلل التباطؤ المتكرر، تقلل نسبة استهلاك الوقود 5% داخل المدن و 33% على الطرق السريعة. كذلك المحافظة على ضغط هواء الإطارات المقطعة يقلل من استهلاك السيارة للوقود ويزيد من عمر استخدام مثبت السرعة في الطرق السريعة له دور كبير في تقليل استهلاك الوقود، والمثبت أيضا يحميك من تخطي السرعة القانونية بدون ما تشعر. ترى ما يحتاج تحمل سيارتك لمدة طويلة، فهذا الشيء يتسبب في هدر الطاقة ويأثر على عمر السيارة. فكل اللي تحتاجه ثواب ولا تنسى أن كل ما قللت سرعة سيارة 20 كيلومتر في الساعة، كل ما قللت من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 15%. المركز السعودي لكفاءة الطاقة.